ربنا يقوي ايمانك يا نجيبه اللي انت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم اهم حاجه بقى تثبتي على موقفك كده وتخليكي جدعه إنتي نموذج الفتاه المسلمه الصحيحه قريتي الكتب اللي اديتها لك؟ حفظتهم صم جايبهم لي ليه؟ اديهم لحد تاني ينتفع بيهم تكسبي ثوابه هو كمان مالك يا نجيبه انا حاسه اني بغضب ربنا يا استاذ عامر المواد اللي بيدرسوها لنا في الكليه حاسه ان انا هتحاسب عليها في يوم القيامه أنا هسيب الكلية لا يا نجيبة أوعي تعملي تصرف فردي لازم تتشاوري مع زملائك عشان لو خدتوا قرار زي ده تاخدوه كلكم موافقة واحد إن أياد الله مع الجماعة طيب فكرتي بعد ما تسيبي الكلية هتعملي إيه؟ مش عارفة تتزوجي وتنجبي أولاد صالحين تربيهم تربية إسلامية صحيحة ساعتها هيكون لك عظيم الثواب أنا عملت قناة فضائية دينية شبابية وعايزك معايا أنا تحت أمرك يا أستاذ عامر بس أعمل إيه؟ هتشتغلي معانا داعية هتكسبي ثواب الدنيا والآخرة داعية؟ بعدين أنت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة مش بتدرسي الأطفال؟ أيوه طيب إحنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائية والإعلانية دول يفرحوا قوي